بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الإخوة المؤمنون في سورة الواقعة إلى الآية رقم 12، لكن أنا أقرأ من آية رقم 10، لأن 10 و11 قريناها البارحة، أعيدها هذه الليلة. سورة الواقعة الآية رقم 10، 11، 12 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وصلوا على محمد وآل محمد. في بداية سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى يصنف الناس أجمعين إلى ثلاثة أصناف، يقول وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة. طبعا هو ما يبدأ بالصنف الأول، يبدأ بالصنف الثاني والثالث، والأول يجيبه بالأخير. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هذا الصنف رقم 2، منتبهين؟ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، هذا الصنف رقم 3، اللي هم أهل النار. والسابقون السابقون هم الصنف الأول، ولذلك هنا يبدأ بذكر السابقين والسابقون السابقون، ذكرناهم البارحة، لكن هالليلة الجمعة إن شاء الله نرجو أن يكون في زوار الحسين عليه السلام إن شاء الله فيهم السابقون. والسابقون السابقون أولئك المقربون. كثير من الأقوال ذكروا معنى السابقون منهم، الآن نتركها نجي هذا المعنى اللي مفهوم إلى أقرب إلى أذهاننا، يعني السابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة. السابقون في الدنيا إلى طاعة الله، إلى الصلاة، إلى العبادة، إلى الأعمال الصالحة، إلى صلة الأرحام، إلى بر الوالدين، إلى الخيرات، إلى المبرات. السابقون في الخيرات هم السابقون إلى الجنة في الآخرة، لأنه إخواننا يجب أن نعلم أنه إذا بكرة خرجنا من قبورنا يوم القيامة علينا أن نقف وقفة طويلة 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 في القيامة، وقفة، وقف على أرجلنا، قاعدة ماخو. أنتوا الآن قاعدين، مراوح موجودة، هواء لطيف، فراش مفروش، سقف حلو على أضوية. يوم القيامة لا فراش أكو، لا مراوح أكو. نعم هنالك سقف تحت ظل عرش الله، مو كل واحد يروح هناك، أكو أصناف معينة يطوهم طريق إلى أن يستظلوا تحت ظل عرش الله.
وإلا البقية لازم نوقف في يوم. إيش قد نوقف؟ اقرأ القرآن حتى يقول لك. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عندك خلق توقف؟ ما يسمحون بالجلوس ولا بالحركة ولا بالمنام. ولذلك إذا أردنا نحن وأنتم أن نتخلص من هذا الموقف الطويل، الموقف المخزي الذي بعدين الوقوف الأجساد متلاصقة 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 إلى درجة كالمسمار في الجدار. أنا دا أقرأ لك روايات وأحاديث ترى، بحيث أنه لما يعرق الإنسان العرق ماله ما ينزل، يظل العرق يتجمع على أكتافنا، العرق يتجمع على أكتافنا حتى يبلغ العرق شحمة أذنيه. فكروا في ذاك اليوم، في ذاك الموقف الطويل، ها؟ فإذا أردنا أن نتخلص من ذلك الموقف الطويل لابد أن ندخل اسمنا في قائمة والسابقون السابقون. دامت عزيزي لازم تسبق، لا تخلي أحد يسبقك بعمل الخير، لا تخلي نفسك ورا الناس، أنت اسبق إلى الصلاة إلى الصوم إلى العبادة إلى التوبة إلى عمل الخيرات إلى إعطاء الزكاة إلى إقامة الصلاة إلى صلة الأرحام إلى كل الأعمال. بعد أنتم تعرفون الحمد لله، أنتم مؤمنين أهل صوم وصلاة أهل زيارة، ما تعرفون الأعمال الصالحة شنو هي؟ ها؟ اعملوا بالأعمال الصالحة، لا تخلي أحد يسبقك. قول إلا أنا أول أسوي. ليش؟ ليش أسوي أول؟ قل أريد أكون السابقون يوم القيامة. والسابقون السابقون، السابقون في الدنيا هم السابقون وين؟ في الآخرة إلى الجنة. هذا الحديث أكو حديث حلو، خلي أقرأ لكم إياه. هو الحديث مرويا عن معصوم، إما عن الرسول أو الأحد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، وصلوا على محمد وآل محمد. خلي أقرأ لك أولا مضمون الحديث بعدين أقرأ لك نص الحديث. مضمون الحديث: أولئك الذي يدخلون السرور في قلوب المؤمنين. السبب في عمل أخوك المؤمن يصبح مسرور بعد ما كان محزون، عنده هم على قلبه، عنده غم، أنت تعمل عمل حتى تدخل السرور على قلبه. يقول في الحديث الشريف: إذا ظهر المؤمن خرج من قبره تمثل له مثال، مثال يعني شخص يقول له اتبعني امشي وراي، فيمر به على منازل الآخرة 50 منزل، منزل ورا منزل ورا منزل، والناس واقفين بالسرة، قسم منهم سنين واقفين، قسم شهور، قسم عشرات السنين. هذا يمر بهذه المنازل فورا فورا بسرعة بسرعة بسرعة، يوصله إلى باب الجنة. يقول: روح هذه جنتك وهذه زوجاتك، روح في أمان الله. يقول: من أنت رحمك الله؟ ما عرفت نفسك، منو أنت اللي جبتني بهالسرعة والعالم واقفين؟ يقول: ما عرفتني؟ يقول: لا ما عرفتك. يقول: أنا السرور الذي أدخلته في قلوب إخوانك، بعثني الله إليك لأدخل السرور في قلبك. صلوا على محمد وآله. لذلك يا حبيبي كلما تقدر كلما تقدر، ها، اعمل فد عمل اللي تدخل السرور على قلوب المؤمنين، تفرحهم، لا تخليهم ينقهرون، لا تخليهم يزعلون، خليهم فرحانين مسرورين. وبهذا المعنى أمير المؤمنين صلى الله عليه يوصي، يقول: عاشر أخاك معاشرة. ويا المؤمنين أنت عاشرهم بشكل: إذا كنت فيهم حنوا إليك، وإذا غبت عنهم بكوا عليك. عرفت معنى الكلام إن شاء الله؟ يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون.
مقربون إلى الله. البارحة تكلمنا عن معنى القرب والمقربون منهم، ناس اللي هم قريبين من الله، ناس اللي الله قريب منهم، والله هو قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ترى الله ما يبتعد عن عباده، إحنا أعمالنا ذنوبنا خطايانا اللي تبعدنا عن الله. تسمعني عزيزي، وإلا الله معطينا عنوان، إذا تريد تدور على الله تريد تلقيه يقول لك تفضل هذا عنواني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شنو معنى قريب؟ معنى شنو؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله قريب، لكن إحنا يجب علينا أن نقرب أنفسنا إلى الله بالعبادة، بالصلاة، بالطاعة، بخدمة الخلق، بقضاء حوائج الناس، بصلة الأرحام، بر الوالدين، إطعام الطعام، إكرام الأيتام. كلما هاي الأعمال تعملها تكون أقرب 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 إلى الله، حتى أن الله تعالى يقول هذا الحديث أنا عدة مرات أكرره وأكرره وأكرره حتى تحفظوه كلكم. أقرأ لكم إياه. الله تعالى يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نوافل يعني أعمال الصالحة. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، فإذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته. الآن هذه مجيئكم أنتم الزوار إلى زيارة الحسين تقربكم إلى الله، صلاة الجماعة تقربكم إلى الله، استماعكم للقرآن تفسير القرآن تقربكم إلى الله، تقرأ دعاءكم تقربكم إلى الله، صلاة الليل إن شاء الله تصلوها لا تخلوها تفوتكم تقربكم إلى الله، البكاء والدعاء وأعمال الخير، عمل الخير بيدك وبلسانك وبفلوسك وبطاقتك وبعقلك تقربوا إلى الله، أولئك هم المقربون. زين، المقربون عندهم منازل في الآخرة مختصة بهم، من منازلهم مولانا، خلي أقرأ لك، يقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقرب، كتاب مرقوم يشهده المقرب. كتاب يعني مكان معين، هذا المكان جدا فاخر فاخر فاخر، ما تتصور ايش قد فاخر. هذا ممنوع على كل الناس يدخلون الا المقربون. زين، بعد اكو شراب خاص يعطونه للمقربين. ها تعرف هذا الشراب شو اسمه؟ اقرا لك القران. ها بلاش اقرا لك، صلي على محمد وآل محمد. هذا السعر ماله، بدون سعر ما يصير. نعم، يقول عز وجل يسقون من رحيق مختوم، اذا حافظين شوي اقروا وياي، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم. شنو التسنيم؟ عينا يشرب بها المقربون. عرفتوا هسه؟ هاي عين التسنيم، غير المقربين ما يقرون منه، ما يشربون منها. الله اكبر، شو يسوي هاي العين؟ ايش قد لذيذ مي العين، ويعطيك العلم والمعرفه، مو بس ترسل بطن، لا،
تحصل معلومات، تحصل إيمان، إيمانك يرتفع. ولذلك إخواني أدعو نفسي وأدعوكم اعملوا بصورة جدية حتى تدخل اسمك في قائمة المقربون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. مكانهم وين؟ عندكم قرآن؟ ما ماخذين قرآن؟ اللي عنده قرآن خلي يقول لي وراه شنو؟ في جنات النعيم. جنات النعيم شنو هي؟ هي عدة جنات، جنات عدن، جنة المأوى، جنات تجري من تحت الأنهار، ولمن خاف مقامه جنتان، ومن دونهما جنتان. هذول كلهم جانب في جنات النعيم، في جنات النعيم مكانهم في جنات النعيم. زين حبيبي، داخل جنات النعيم كتاب يشهده المقربون، داخل كتاب يشهده المقربون مزاجهم من تسليم عينا يشرب بها المقربون. إن شاء الله تروحون هناك بإذن الله تعالى. إيه بعدين هذولا من هم؟ اقرأ القرآن، يقول ثلة من الأولين وثلة وقليل. ثلة يعني جماعات كثيرة من الأولين، وقليل من الآخرين. الأولين من هم؟ بعض المفسرين قالوا الأولين يعني أتباع الأمم السابقة، أتباع إبراهيم، موسى، عيسى، داود، سليمان. لكن من أمة الإسلام قليل من الآخر، ذولاك عددهم أكثر. قسم هكذا قال، قسم قالوا لا، ثلة من الأولين من هاي الأمة، وقليل من الآخرين من هاي الأمة. لما سمع الأصحاب اعترضوا، ما أدري أقول اعترضوا أو سألوا رسول الله، قالوا يا رسول الله إحنا مو خير أمة أخرجت الناس؟ أمة محمد، صلوا على محمد وآل محمد. أليسوا أفضل الأمم؟ أمة الإسلام، أمة المرحومة، اللي هم أفضل من أمة إبراهيم ومن موسى وأمة عيسى. ليش قليلون من الآخرين؟ لأن قائمة المقربين الله سبحانه وتعالى قلل حصتنا. ليش؟ هاي الآية قليل من الآخرين، شوفوا عندكم رقمها ايش قد رقمها؟ رقمها 14، تمام يا لا؟ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، رقم الآية ايش قد؟ 14، مو هالشكل؟ رقم 40 آية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، رقم 40 نفس السورة، نفس السورة الآية رقم 40 شنو بها؟ ثلة من الأولين وثلة، يعني الله سبحانه وتعالى ما خيب آمال أمة محمد، صلوا على محمد وآل محمد. بعدين حتى لو قال قليل من الآخرين، ها، اسأل الله تعالى أن يجعلكم من هذول القليل، ها، مو بعيدة، مو بعيدة. ليش مو بعيدة؟ خلي أقول لك كم بد بشارة. إخواننا السنة جايبين ماذي من جيوبهم بعض الأحاديث أنه هذول الصحابة يعني المسلمين الأولين هم أفضل من المسلمين الآخرين، لكن روايات أهل البيت والروايات الصحيحة اللي عند السنة تقول لا، الصحابة فيهم فضلاء، فيهم أهل الجنة، ولكن في آخر الزمان أيضا يكونون مؤمنين هم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خلي اقرا لك حديث، والحديث حتى اهل السنه يذكرون، ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يوما جالسا بين اصحابه فقال: السلام على اخواني. الصحابه الجالسين قالوا: انحن اخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، انتم اصحابي، انا سلمت على اخواني. قالوا: من اخوانك يا رسول الله؟ قال: أولئك أقوام يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. يعني أنتم شفتوني، شفتوا المعجزات وآمنتم، ذولاك بلا ما يشوفوني، بلا ما يشوفون معجزات، هذول يؤمنون بي. إذن أنتم إخوان رسول الله، ورسول الله يسلم عليكم، ما تردون الرسول السلام على رسول الله، صلوا على محمد وآل محمد. زين، بعد هذول المقربين جناتهم أكو بيها سرر، سرر جمع السرير. هذا السرير ماكو منه لا بالعراق لا في أوروبا لا في أمريكا، ما موجود منه. ليش؟ لأن الله يقول على سرر شنو؟ موضونة. موضونة اختلف المفسرون معنى موضونة. بعض المفسرين قالوا موضونة مصفوفة واحدة بصف الأخرى، السرة سرر سرير بجنب السرير. بعض المفسرين قالوا لا، موضونة مزينة، سرير بأفضل الأقمشة اللي في سورة الرحمن قبل كم ليلة قرينا: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. زين، سرر موضونة مضافة إلى رفرف وعبقري حسان؟ لا، أولا قوائمها من ذهب وهي منقوشة ومزينة بالدر والياقوت واللؤلؤ والزبرجد، هذين الأحجار الكريمة اللي إحنا بالدنيا ما شايفين منها، على سرر موضونة. زين، بعد شنو عندك؟ متكئين عليها من تشي. اولا بالجنه نوم ماكو، لعلك تقول ليش ماكو نوم؟ ما نحتاج نوم، احنا بالدنيا لما ننام نشعر بالنوم لاننا نتعب، التعب يخلينا ننام. اذا واحد مو تعبان على شنو ينام؟ بالجنه تعب ماكو، لا فيها نصب، نصب يعني تعب، فبأهل الجنة ما يحتاجون إلى النوم حتى يناموا، ماكو داعي، وإنما بدل النوم يتكئ على أرائك متكئين عليها. بعدين شنو؟ متقابلين. متقابلين يعني شنو؟ الآن أنتوا على هالقعدة، ها؟ الصف الأول ظهر على الصف الثاني، مو هالشكل يولا، الصف الثاني ظهر على الصف الثالث، لكن بالجنة لا، بالجنة متقابلين وجه لوجه. ليش؟ لأن من قد ما الوجوه جميلة نورانية حلوة، متقابلين وجه أمام الوجه، وبعدين أحدهم ينظر إلى وجه أخيه وإلى وجه زوجته الجميلة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ما دام تلذ الأعين يقول لك ليش تخلي ظهرك على وجهك؟ انظر إلى وجه أخيك، انظر إلى وجه زوجتك، حتى الوجوه حلوة. الآن يجي يطوف عليهم ولدان مخلدون أمثال اللؤلؤ المكنون، لؤلؤ المكنون مو حلو هذا؟ يطي ظهرك عليه؟ لا. فلذلك يقول متقابلين يدل على أنسهم ولذتهم وحبهم واحترامهم واحد الآخر، متقابلين واحد إقبال الآخر. نعم، يطوف عليهم بعد ورق ورقة جديدة
يطوف عليهم ولدان، ولدان بعدين يسميهم مخلدون، يعني هذول الأولاد ما يكبرون يظلون على أولاد. أبرز ابن 12 سنة 12 سنين 5 وهكذا في غاية الجمال. مخلدون يعني ما يكبر، يعني يظل على طول ولد. لكن أشوف جمالهم، خلي الجمال، بأكواب وأباريق وكأس من معين. هذول الأولاد أولا على طول يطوفون عليهم، يفترون قل سا جايب لك الكوب، جايب لك الإبريق، تفضل اشرب. والشرب مال الجنة ما يسوي نفخ ولا وجع بطن ولا دوخة راس. بأكواب، الأكواب جمع الكوب، الكوب تعرفون أخو كوب الحليب، أباريقهم جمع الإبريق، أباريق لكن من ذهب ومن فضة. إذا كان فارغ يسمونه كوب، إذا كان متروس يسمونه كأس. يعني هذا الآن ما يسمونه كوب، يسمونه شنو؟ كأس يسمونه، لأن أكو بي ماي. تمام؟ يقول بأكواب وأباريق، بعد شنو عندكم؟ أريد أن ليش نوزع قرائن؟ حتى ويانا تقرون. وكأس من شنو؟ من معين. كأس من معين. الكأس لما يقولون كأس يعني مو فارغ، لابد يكون به شراب. هذا الشراب اسمه المعين. معين يعني خمر الجنة. معين إذا قالوا لك شنو معين؟ قول خمر الجنة. خمر الجنة شنو فرقه عن خمر الدنيا؟ خمر الدنيا أولا يسكر، يعربد، بسكر، أحيانا السكران يقوم يزوع، وجع راس وياه، صداع، أحيانا يقوم يقذف. لكن خمر الجنة، معين الجنة، لا يصدعون عنها لا صداع ولا ينزفون ولا يقذف. عربدات هم ما بي، سكر ما بي. في آية في سورة محمد يقول خمر لذة للشرب، بس بها لذة. ولذة خمر الجنة فوق لذة الطعام والشراب والنكاح وكل اللذات، الله مخليها إلى في نعيم في خمر الجنة. ولكن من يشرب من خمر الدنيا حرم الله عليه خمر الجنة، حتى لو دخل الجنة يجيبوا له من كل شيء، لكن معين ما يجيبوا له. هاي عندنا روايات، اللي يشرب من خمر الدنيا إلا أن يستغفر ويتوب. نعم زين، ايش عندكم بعد؟ بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون. يصدعون يعني شنو؟ صداع ما يصير وياه. ولا ينزفون يعني ما يزوع ما يرجع. بعد شنو؟ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هذول الولدان المخلدون يجيبون أطباق الفاكهة، طبق من الذهب، طبق من الفضة، يجيب قدامك. ولو فاكهة الجنة، إذا حضرتك اشتهيت فاكهة رمان، شجر الرمان بعيد عنك 20 متر. لا أقول لك، هاي روايات أقراها صحيحة من المعصومين. بمجرد أن تشتهي الرمان اللي بالشجرة، الشجرة هي تجي يمك، يصير يم إيدك أكل. تشتهي تفاح، شجر التفاح من مسافة 50 متر يجي يمك. تشتهي عنب، شجر العنب هو يجي يمك. قطوبها دانية، تعرف معنى قطوبها دانية؟ يعني ثمراتها قريبة منك. هذا إذا أخذت من الشجر. أما إذا أخذت من الولدان، الولدان يجيبوا لك طبق فيه رمان، فيه عنب، فيه تفاح، فيه سفرجل، فيه كل أنواع
20 شكل فاكهة قدمتها. يقول لك تخير، تخير يعني شنو؟ استنقي بعد من ياهو اللي عجبك، شيل تفاح، شيل عنب، شيل رمان، كل ما يعجبك. وفاكهة مما يتخيرون، بعدين وراها شنو عندك؟ ولحم طير مما يشتهون. أقول نقطة هنا أنا أبدأ بين لكم يا إخواني، بالعراق إذا مثلا فد واحد عزمك عزيمة ممتازة، أول يجيب لك اللحم، الفاكهة يجيبها بعدين، لكن القرآن الترتيب شو يقول؟ بالقرآن ترتيب الفاكهة واللحم، ياهو القبل ياهو البعد، ها؟ الفاكهة أول واللحم شو وقت؟ بعدين. عرفتوا يا لا؟ لذلك من الآن فما بعد إذا سويتوا عزيمة أول أكلوا الفاكهة، حتى الأطباء يغلونها، الفاكهة أكلوها أولاً، بعدين غدا عشاء اللحم الأخرى. هذا ترتيب من القرآن، هذا ترتيب القرآن يقول به شو يسمونه الأطباء. يعني إذا الفاكهة أكلتها ورا اللحم هذه فائدتها تروح إيش؟ أصير مي. ولكن إذا أكلت الفاكهة بعدين لحم، لا، هاي فائدتها تبقى محفوظة. ولذلك هنا بالقرآن الكريم بالترتيب ترها، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. شلون تشتهي؟ يقول لحم الطير، بعد ما يحتاج الطير يجيبوه يذبحوه ذبح وطلع الدم ماله، حتى الحيوان يتأذى يتألم، لا، اللحم مستوي، الله طابخه مطابخ الجنة، طبخ سريع، التبتوا؟ طبخ سريع، وهذا يجيبوه فورا. ولحم طير مما اشتهى، لحم الطير اكو قسم منه كباب، قسم منه مشوي، والطيور الجنة ماكو بالدنيا مثلها، طيور أنواع الطيور، طيور اللي لا بالعراق ولا غير العراق ماكو. هذا اللحم يجيب طحن الطير حاضر محضر مطبوخ مستوي، أكل بالعافية، أكل لك 50 دجاجة ما يصير بك شيء، نعم، ولا يصير عندك نبوخ ولا الكرشة مالتك تكبر، لا، عافية كل صحة وسلامة. ولحم طير مما يشتهون، بعد شنو؟ وحور عين، ورا ما أكل الشرب هسه وقت يؤدي واجب آخر. وحور عين، كلمة الحور جمع الحوراء، كلمة العين جمع العيناء. شنو معنى الحوراء؟ شو معنى العيناء؟ وحور عين، الحوراء تلك التي عينها جميلة جدا، جميلة يعني شديدة بياض البياض، شديدة سواد السواد، هكذا العلماء التفسير هكذا يقول، سواد العين شديد، سواد بياض العين أيضا شديد. هذه إذا كان رجل يسمونه أحور، إذا كانت مرأة يسموها شنو؟ حوراء، جمع الحوراء شنو؟ ها؟ حور. عين أيضا جمع، جمع العيناء، عيناء يعني وسيعة عين، وسعة العين أيضا من الجمال. وحور عين كأمثال، الله أكبر، كأمثال اللؤلؤ، أي لؤلؤ؟ لؤلؤ مكنون، مكنون يعني شنو؟ لؤلؤ اللي بعده بالصدف، ما وخرت عنه الغطاء، في غاية الجمال والنور. الحوراء هكذا تكون جميلة، هكذا تكون نورانية، هكذا تكون حسناء. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، بعدين شنو عندك؟ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا
يلعبون ها؟ ها مو يلعبون يعملون. هسه جاوبني اخوي انت ممن يعملون ان شاء الله؟ ها ما يكون تشتهي الجنه بلاش بلاش ماكو بلاش ماكو يعملون. وانتوا الان هاي جيتكم الى زياره الحسين يعني يعملون، صلاتكم يعني يعملون، اعمال الخير يعملون. اعمل اعمل وقل اعملوا وقل اعملوا، لا تضل قاعد تشتهي الجنه بلا عمل، لا، جزاء بما كانوا يعملون. بعد شنو؟ لا يسمعون فيها في الجنة لغوا. لغوا يعني شنو؟ لغو كلام اللي ما بفائدة، مو يعني لغوا ولا تأثيما، تأثيما من الإثم، يعني واحد يقول له أنت كذا أنت كذا أنت كذاب أنت مغتاب أنت منو أنت، لا، هالكلمات الباطلة اللي إهناء أهل الناس أهل الدنيا يقولها بعضهم لبعض بالجنة ماكو، لا يسمعون فيها لغوا كلام باطل بلا فائدة، ما تسمع ها ولا تأثيما، يقول أنت آثم مذنب، إلا قيلا سلاما سلاما. نعم، اسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الجنة. في كربلاء في هذا المكان بعد شهادة الحسين بدأ الهجوم على مخيم الحسين عليه السلام. الله أكبر، ما تتحملي ولا، هذا كلام مو كلامي أنا ولا كلام المؤرخين، كلام زين العابدين. الله أكبر، زين العابدين كان يقول يصف عماته وأخواته، يقول يقول وإن المرأة لتنازع على قناعها فيؤخذ منها قهرة. الله أكبر. لذلك كأني بزينب، زينب زينب استغاثت بأخيها العباس، عباس أبو الغيرة، تقول خويا خويا الخيل جت وتعدت الحد، الخيل الخيل جت وتعدت الحد وخيامنا ما بهن حد، حارب لغاتك يا العبد للعباس قل له الساع يقعد، العباس للعباس قل له الساع يقعد، تشي لابو فاضل وقعده ورتب جفوفه فوق زنده، بعد وقل له ترى زينب بشده، أسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله، أدعو أدعو بقلب محترق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين، إلهنا بحق الحسين فرج عن إخواننا المظلومين، فرج عن إخواننا في البحرين وفي القطيف وفي الأحساء وفي سوريا وفي لبنان وفي الهند وفي باكستان وفي العراق وفي كل مكان. يا الله، اللهم انصر الشيعة والمؤمنين، انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اشف مرضانا وداوي جرحانا وارحم موتانا. إلهنا، من أراد بنا وبالمؤمنين سوءا فأرده يا الله، ومن كادنا فكده يا الله. اللهم رد الشر الأشرار إلى صدورهم وكيد الكفار إلى نحورهم. إلهنا، فرج همومنا
إلهنا أرزقنا إيماناً كاملاً، نور قلوبنا بإيمان، اجعلنا من أتباع القرآن. إخواني صلاة الليل، صلاة الليل لا تفوتكم صلاة الليل، ها ورا صلاة الليل ادعوا الله، الله يستجيب دعاءكم. قوموا على أقدامكم، ارفعوا أصواتكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً، وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.